استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية سعادة الدكتور أمابيل أجيلوس مبعوثة فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال اللقاء نقل الدكتور أمابيل أجيلوس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار، وتقدير فخامته الكبير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لما تحظى به الجالية الفلبينية في البحرين من رعاية واهتمام. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما يربط البلدين من علاقات وثيقة، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات وتطلعها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. وأكد سموه أن البحرين تفخر بما تبديه الجالية الفلبينية وغيرها من الجاليات من إشادات بالأجواء التي تتوافر لها في البحرين التي جعلت المملكة خيارا مفضلا لها، لافتا سموه إلى أن شعب البحرين وما يتميز به من محبة وضيافة شكل إضافة كبيرة للميزات التي جعلت البحرين المكان المفضل للجاليات. وكلف سموه الدكتور أجيلوس بنقل تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الفلبيني التقدم والازدهار. من جانبه أعرب مبعوث رئيس الفلبين عن تقدير بلاده لما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأشاد بما تقدمه الحكومة البحرينية برئاسة سموه من تسهيلات ورعاية للجالية الفلبينية في البحرين.